ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد محيط مسجد بن يوسف بالمدينة العتيقة لمراكش زوال يوم الاثنين 11 أبريل الجاري حالة من الاستنفار بعد وفاة عامل داخل بئر خاص بحمام شعبي أثناء اشتغاله في البئر. وبحسب المعطيات الأولية وفق جريدة كاش 24 الإلكترونية من عين المكان، فإن العامل الذي لقي مصرعه إثر الحادث يعمل في مجال حفر الآبار، وكان يعمل بآليات تحدث دخانا كثيفا ما عرضه للاختناق داخل البئر. وقد استنفرت الواقعة مختلف المصالح حيث هرعت لعين المكان عناصر الوقاية المدنية ومصالح الأمن والسلطات، وتمت مباشرة عملية انتشال العامل الذي تم إخراجه من البئر جثة هامدة. مشكورين متابعينا الكرام، كذلك ما نساو عناصر العمل الوطني اللي حضروا في عين المكان على وجه السرعة، كذلك يعني الدائرة الأمنية بشيش حضور رئيس المنطقة الأمنية، وكذلك عناصر يعني مسرح الجريمة من أجل السلطة العلمية من أجل يعني تحديد ملابسات الوفاة. يعني حسب ما توصلنا به من معلومات في حدود الساعة، يعني الشاب في العشرينات من العمر يعني كان يقوم بحفر أحد الآبار، وهنا بالمدينة القديمة تشوفوا المجهودات كبيرة للوقاية المدنية وكذلك المصالح الأمنية اللي حلت بعين المكان على وجه السرعة بعين المكان باش أنه يتم انتشال جثة يعني هذا الشاب اللي يعني لقى النحت ديالو داخل حفرة للبئر، وفي اللحظات كان يعني كان يقوم بالحفر يعني بآلة، ربما أنه الدخان يعني كان سبب يعني في أنه يعني الدخان كان سبب أنه انقطع عليه التنفس، وكان كذلك سبب في يعني استعجال يعني الوفاة ديالو داخل هذه الحفرة كما تتبع معنا متابعينا خلال المباشر. إذا العموم احنا بعيد المكان كما تتبعوا معنا يعني في الطلعة كما تشاهدوا معنا في المدينة القديمة، يعني المجهودات مازالت متواصلة للوقاية المدنية من أجل انتشال جثة الشاب الله يرحمه ويوسع عليه في هذا اليوم الفضيل الجليل عند الله، يعني في هذا الشهر رمضان العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.